السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الكلاود ديال ازور. الكلاود ديال ازور ديال ماشي تانا الكلاود ديال ازور. ازور كلاود هو الكلاود ديال مايكروسوفت، وكاين الكلاود ديال امازون AWS امازون، وكاين ديال جوجل اوسي. المهم حنا غنهضروا على ديال مايكروسوفت. بالنسبه الاول حاجه غنشوفو هو قبل ما يكون الكلاود شنو كان. قبل ما يكون الكلاود كاين سكون ابل اون بريمايسز. اون بريمايسز هو انك في الدار عندك ولا في الخدمه عندك واحد لو ريزو، عندك دي ماشين، عندك دي ميدلوير، عندك دي داتا، عندك دي زابليكاسيون، يعني انت اللي كتجيري هادشي كامل. في لو كا ديال اون بريمايسز عندك الريزو ديالك، عندك ستوكاج، عندك لي سيرفور يقدر يكونوا بار ميتال يعني فيزيك او لا فيرتوييل، la couche de virtualisation aussi les edge qu'on a عندك واش عندك ESXi ولا عندك عندك Citrix ولا شنو la solution اللي عندك لي ميدل لو اس الاوبريشن سيستم aussi واش عندك ويندوز ولا عندك AX Linux etc الميدل وير اللي كتخدم بهم كنتي كدير دي ديفلوبمون دابليكاسيون الران تايم يعني ان لي سيرفور ديالك يكونوا يعني يكونوا خدامين طول الوقت داتا اللي كيكونوا عندك لي دوني اللي كتدخل في لي زابليكاسيون ديالك اوسي. دونك انت اللي كتجيري هادشي كامل من ا حتى لزد، وهادشي كيتطلب واحد البيرسونيل كاليفي، كيتطلب دو ليكتريسيتي، كيتطلب لي ليان ريزو فيغ لي زوبيراتور لي اي اس بي، كيتطلب اوسي دي بيرسونيل اللي يكونوا سبيسياليزي. مثلا يقدر يكون عندك دي دي بي، دي بي اللي كيقابلوا لك لي باز دوني، كنتي دير اوراكل دي بي 2 كاساندرا اكسيتيرا. شنو انت على لو تيب ديال لو باز دوني خصك يكون عندك ان سبيسياليست في هذاك لو برودوي. كنتي حاط الريزو ديال هو ولا ديال سيسكو ولا ديال اي اوب ديال اي شركه. المهم خص يكون عندك بيرسونيل كاليفي اللي مقابل هذا الشيء. كنتي عاوتاني داير دي سيرفور فيهم دي سيستم ديكسبلواتاسيون، كنتي دير فيهم دي سيستم ديكسبلواتاسيون ويندوز ولا اي اكس ولا لينكس، خاصك ان بيرسونيل كاليفي يكون عاد يفهم في ويندوز او لا بيرسونيل سبيسياليزي في لينكس ولا دونك سي سا سكون ابل اون بريمايسز. يعني سي توا كي جير توت لانفراستركتور من ا حتى زد، ويكون عندك لومبلاسمون اللي كدير فيها هادشي. جات ليدي ديال الانفراستراكشر از ا سيرفيس. يعني شنو قال لك هاد الشركه مثلا ديال مايكروسوفت؟ قالت لك انا عندي وعندي سكون ابيل كلاود في هاد لو تيب، هاد لو تيب ديال انفراستراكشر از ا سيرفيس. قالت لك انا غنجيري لك واحد لابارتي وانت جيري لابارتي وحده اخرى اون اوتر بارتي. قالت لك شنو غنجيري لك انا في هاد الشيء في الانفراستراكشر از ا سيرفيس؟ قالت لك غنجيري لك انا سكون ابيل الريزو، نجيري لك ستوكاج، نجيري لك لي سيرفور، نجيري لك لا فيرتواليزاسيون. سيتادير ان قالت لك نجيري لك الريزو سافي دير يعني هي اللي تكلف بلي سويتش بلي روتور بلي فايروال اكسيتيرا، هي اللي غادي تقابل هذا الشيء كامل. انت ما غاتجيب ما غاتركب لا كابل، ما غاتمشي تشري ارض باش تحط فيها واحد الداتا سنتر، ما غاتفكر دير تكليماتيزي داتا سنتر ديالك، ما غتدخلو لا مالادو، ما غتدخلو لا لا لي دي ليزون دي اس ال ولا فيبر مع دي زوبيراتور تيليكوم. ما غاديش تفكر تريكروتي دي بيرسونيل في هذاك الداتا سنتر باش يقابل لك لانفراستركتور ديالك سيستم. انت ما غتسوقش لهذا الشيء، انت غتمشي نيشان. انت قالت لك انت تكونسونترا غير مع لو اس ديالك ولي ميدلوير، وانهم يكونوا خدامين طول الوقت، وتكونسونطرا مع الداتا اللي كتدخل في لي زابليكاسيون ديالك. ولكن انت كدير دي ديفلوبمون ديفلوبي في لي زابليكاسيون ديفلوبيهم، وما تبقاش تسوق انت تو سكي نيتوركين ولا ستوريج ولا سيرفر ولا فيرتواليزاسيون. وهذا الشيء كيسهل الماموريه بزاف ديال لي سوسيتي وبزاف ديال الناس اللي عندهم دي بروجي. واليوم باش يبدا يفكر وخاصو يدير واحد الانفراستركتور اللي مثلا بغى ان سوسيتي بغات دير واحد البلاتفورم دير فيها غير لي تيست ديفلوبمون، تيستي و ديفلوبي، دير ديفلوبمون و تيستي لي زابليكاسيون ديالها. ما غاديش تمشي تشري دي ماشين و تشري دي اون كوش دو فيرتواليزاسيون باش
تحط فيها دي ماشي تحط فيها لي زابليكاسيون ديالها، غتمشي تاخد غير هاد السيرفيس ديال انفراستراكشر از ا سيرفيس اللي كيخول ليها انها تاكسيدي ا ديستانس اون ار دي بي افيك اون كونيكسيون ار دي سي لواحد لو سيرفر لواحد لي ماشين اللي كتكريهم بحال كتكريهم بحال شي واحد فعاود ما يشري دار ويأتتها كيجي كتجي انت وكتكريها موبلي، كتكري واحد البارطمان موبلي وكتجي وكتدخل انت بساكادو ولا ما تدخلش بساكادو، كلشي فيها فيها معنى فيها كلشي يعني. دونك لي زافونتاج ديال الانفراستركتور از ا سيرفر از ا سيرفيس، عندك مثلا ما كتبقاش تفكر انك تخسر واحد الفلوس ديال الانفستيسمون ولو كو دو فونكسيونمون، يعني ما كيبقاش عندك هذاك المشكل ديال كيف شكون اللي غيكري لي داتا سنتر داتا سنتر وشكون اللي غادي، بحال انا مثلا اون ستارت اب انا شركه جديده يلا باديه عندي واحد الافكار باغي نطبقهم، ما غاديش نبقى نفكر انا نمشي نشري داتا سنتر، لا غنمشي نيش نخدم في لو كور ديال لو ميتي ديالي. هذا من واحد الناحيه. كاين حاجه اخرى هي لا اوت ديسپونيبيليتي، لا اوت ديسپونيبيليتي مثلا انا باش نمشي عند الداتا سنتر تي ديال ازور مثلا تيقول لي انا على حسب الكونترا اللي غندير معاك هو ما غيكونش عندك الداون تايم، يعني لي ماشين ديالك ما غيطيحوش، انك تحط لابليكاسيون ديالك غتبقى خدامه 100% à 99% فيرغول 99 ما غطيحش، واخا يجي يضرب زلزال هذاك البلاصه فين كاين هذاك الداتا سنتر، هما عندهم لا ريبليكاسيون مع ان اوتر داتا سنتر في اون اوتر فيل ولا في مدينه اخرى ولا في دوله اخرى، يعني طاح هذاك الداتا سنتر ضربات زلزال فيضان شي بركان اوتوماتيكمون راه كاين واحد داتا سنتر اخر كيطلع اوتوماتيكمون، بحال الشكل ديال لي زوبيراتور تيليكوم مثلا لنفرض ان الريزو ضرب الريزو ديال التيليكومونيكاسيون ضرباتو شي رعده ولا شي زلزال، واش غيطيح الريزو ما غنبقاوش نهضرو المكالمات ما يدوزوش، نو عندهم دي سيت دو باك اب لي كيطلعو اوتوماتيكمون ملي كي الاخر كيطيح كيكون اكتيف باسيف ولا اكتيف اكتيف على حسب شنو لا كونفيغوراسيون اللي كيديروهم. كاين حاجة أخرى أنك تولي تبدع، يعني ما غاديش تبقى تفكر خاصني ريكروتي انجينيور سيستيم خاصني انجينيور ريزو خاصني انجينيور سيكوريتي خاصني انجينيور شي في واحد لو دومين بريسي ستوك دي بي ا، دونك نو ما كنساه هادشي ما كنبقاش نفكر فيه و كنمشي نيشان ديفلوبي لي زابليكاسيون ديالي. دونك ملي كندير اون ابليكاسيون بعض المرات كيكون عندي واحد لابليكاسيون خدامه واحد الوقيته خاص تطلع عليها لي بيرفورمانس ديال الماشين فين حاطه انايا، ما غاديش نمشي نفكر نبقى نشري ماتيريال، لا الكلاود كيخول لك انك عندك مثلا اون ماشين بواحد لي كاباسيتي كتطلع عليها لي كاباسيتي رابيدمون، ما كتسوقش انت شنو هو لو كونستركتور ديغيير شكون هي الماش شنو هو لا سوسيتي واش اي بي ام ولا ديل ولا، انت ما كتسوقش لهادشي تاني شان كتطلع لي كاباسيتي ديال لا ماشين ديالك كو سوسوا او نيفو رام او نيفو ريزو او نيفو ديسك دور، مثلا عندي ديسك دور اس اس دي انا عندي باغي نمشي الالترا اس اس دي، يعني عنده واحد الانبوت والاوتبوت سكون ابل اي او، يعني لا رابيديتي ديال ليكريتور ولا ليكتور تري تري رابيد، عندي باغي ندير الريزو عندي واحد لابوند باسونت قليله غندير انا لا فيبر ب 10 جيجا، وعندي مثلا اون ابليكاسيون اللي ما كتخدمش واحد خلال العام ما كيكونش عندها واحد لو بيك ديال لي زوتيليزاتور اللي كيدخلوا ليها، ولكن في واحد الوقيته كيرتفع عليها البيك وغتقدر تبلوكا ليه، لا انا اوت بالزربه غادي نطلع لا كاباسيتي ديال لا بوند باسون نطلع لا كاباسيتي كنتحكم كنكونفيغوري داكشي على حسب لو بوزوان ديالي وكنخلص غير داكشي اللي كنكونسومي، ما كنخلصش شي حاجه اللي كثر من الجهد ديالي. كاين حاجه اخرى اللي هي كيولي عندي ما كنبقاش نفكر في لا مانتونونس، ما كنبقاش نقول لا حكار خاصني ندير الميزانيفو ديال الماتيريال ديالي خاصني نطلع، نو ما كنفكرش انا في هذا الماتيريال، عاود الراس الماتيريال هو الداتا سنتر هو اللي كيتكلف بها هاد كلاود ازور هو اللي كيتكلفو، كتكون عندي لا سيكوريتي وكيكونوا عندي
les applications ديالي ديما تورن ديما خدامين، ما كنبقاش نفكر في الانفراستركتور ديالي، ما نفكرش في لي انجينيور سيستم، ما نفكرش في لي انجينيور ريزو، ما نفكرش في لي انجينيور هي غادي يكونوا لي انجينيور سيستم ضروري ودي الريزو ودي السيكوريتي، ولكن هادو غير باش يجيريو ا ديستانس ويشوفوا ويمونيتوريو، ما غادي يزيدوا شي حاجه وكينقص عليك لو كو ديال البيرسونيل، لو كو ديال الماتيريال اللي غتشري كينقص عليك بزاف ديال الحوايج. كاين حاجه اخرى الا قلتي الا بغيتيها كذلك، كاين بلاتفورم از ا سيرفيس، يعني شنو تيقول لك الداتا سنتر؟ تيقول لك حنا غنجيريو لك النيتورك، ستوريج، السيرفر، لا كوش فيرتواليزاسيون، لي سيستيم ديكسبلواتاسيون، الميدلوير والران تايم. ملي كنهضرو على نتايا شنو غتجيري، كيقول لك نتايا غتجيري غير الداتا ولي زابليكاسيون. نعطيهم اكزامبل، بحال ملي كتابيرجي كتاخد من عند ان ايبيرجور، كتقول له بغيت نشري واحد لسباس ديبرجمون مع واحد لو نو دومين، يعني انت شنو كدير؟ كتشد لابليكاسيون ديالك كتحطها في هذاك لسباس ديبرجمون وكتبقى تجيريها وكتدخل فيها دي دوني دي داتا وكتجيري انتيا لابليكاسيون ديالك فقط. كيولي عندك ان انترفاس ادمنستراسيون اللي انت ديجا كنتي صايبتيها ديفلوبيتيها وديبلويتيها في هذاك لسباس ستوكاج، وكتبقى تجيريها وكتدخل فيها دي دوني دي داتا ديالك كتبقى تجيري من الانترفاس دادمنستراسيون. بحال شي واحد عند شرا واحد لسباس ديفيرجون وحط فيه واحد لو سي ام اس مثلا، نهضروا نقولوا دروبال ولا جوملا ولا وورد بريس ولا اكسيتيرا، نقولوا وورد بريس مثلا، كيحطوا كي ادابتي على حسب لو بوزوان ديالو، كيولي يدخل لانترفاس دادمنستراسيون ديالو وكيجيري وكيزيدوا فيه دي دوني وكي ديفلوبي دي موديول، والناس كيدخلوا كيحطوا كي انجيكتيو لي دوني ديالهم اكسيتيرا. ولكن هو انت ما كتسوقش تو لو غاست الغيزو، ستوكاج، لو سيرفور، كيفاش تطلع على كاباسيتي وداكشي، انت داكشي كديرو غير من عند الانترفاس ديال كلاود ازور وكتجيري داكشي فاسيلمون. كاين اوسي سوفتوير از ا سيرفيس، سوفتوير از ا سيرفيس يقول لك انت ما غاتجيري حتى شي حاجه، انت غادي تدخل غير كا اوتيليزاتور، بحال لو كا ديال لو برودوي اوفيس 365. L'Office 365 ouais, c'est une solution plateforme software as a service li katatek bhal chkel dial l'exchange dial Microsoft boîte email katjeriha, ou kayen d'autres solutions bhal Salesforce, kayen bzaf dial les solutions. Le mohim nta ma katbqach tdkhel fi hadchi, nta katakhod ghir l'application ou katadapteha ma على حسب لو بوزوان اللي عندك، انت كتخدم فيها ديريكتومون، ما كتزيد فيها ما كتنقص فيها، هما اللي كيجيريوها هما اللي كيتكلفوا بالميزاجور ديالها. انت كتجي كتدخل غير لا بواد ايميل ديالك، الايميل ديالك والمود باس، وكتدخل كتجيري لا بواد ديالك وتصيفط لي زيميل تغوسوفي لي زيميل صافي. ما كتقول راه شي نهار غيمشيو ليا لي زيميل ديالي ولا غيمشي ليا لي دوني اللي عندي فيها، لا، هادشي كله كيتكلف به الداتا سنتر. دونك هذه هي اون بتيت فيزيون على اون بريميسز انفراستراكشر از ا سيرفيس، بلاتفورم از ا سيرفيس، وسوفتوير از ا سيرفيس. نتمنى انني نكون شرحتها بطريقه مبسطه، الى عندكم شي تساؤل يمكن لكم تخليوه لي في لي كومونتير، ومن بعد غادي نزيدو نعطيو دي كور وعاد ندخلو لانترفاس ادمنستراسيون ديال كلاود ازور، نكريو دي في ام، نحاولو نديرو دي سيرفور مثلا ويب، نديرو لا ريبليكاسيون، غادي ندخلو في تعمق ونتعمقو في هاد كلاود ازور حتى توليو تميتريزيو بارفيتمون. دونك نتمنى انني نكون خفيف الدل عليكم. كاين هادشي اللي غنشوفوه، نشوفو une première partie ونشوفو une deuxième partie. دونك كيف كتشوفو، حنا شفنا الانفراستراكشر از ا سيرفيس، من بعد غادي نشوفو في هاد الانفراستراكشر هي اللي غادي نهضرو عليها، غنشوفو كيفاش نكريو دي في ام، لي تيب ديال لي ديسك، لي هارد ديسك درايف، المهم غنشوفو كيفاش نكونفيكوريو لي بور بو اكسيدي لهاد لي في ام ديالنا، كو سو سوا اكسيدي ولا بال ار دي بي ولا بال اس اس اتش ولا بال اتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اس اكسيتيرا. غنشوفو النيتوركين ديال ادو في اس، شنو هما السيت والزون، دونك هادشي غنشوفو كامل.
on crée un site web, on publie, on dit le load balancing, yani on va créer un load balancer, on dit un load balancer بحال الشكل ديال F5 ou la HAProxy, au moins imagine ديال Azure, c'est très très facile. Ou même pas, on va la partie 2 ou bien le module 2. Donc, l'introduction تكون فاتكم بشي حاجة ولا خديتو منها شي معلومة بسيطة. المهم هو اننا غنكملو غندير ان شاء الله دوطخ فيديو اللي غادي يسهلوا عليكم لا كومبريونسيون، وغندخلو الانترفاس كيف قلت لكم دادمينستراسيون ديال ازور، غنكريو ان كونت وغنخدمو هاد لي تي بي حتى توليو تميتريزيو الكلاود، كي نورمالمون راه هو دابا هو لو فيتور، راه ما بقاوش الناس كي يديروا ماتريال عندهم ولا كيديروا الفيرتواليزاسيون اكسيتيرا، داكشي ولا من الماضي قليل. كاين سيغتان اورغانيزاسيون اللي باقيين خدامين بهادشي بحال لي بونك، تيقول لك لا حكا راه عندنا مشكل ديال السيكوريتي، ولكن ماشي كاع لي بونك، مثلا كاين دوت دي بونك لي ميغراو ديجا مشاو للكلاود ديال ازور، الوغ كو كاين دوت اخرين وحدين اخرين باقيين عندهم هاد العقلية قديمة شي شوية، تيقول لك لا السيكوريتي وقدر ترى عندنا مشكل وكذا، وعندنا دي دوني كونفيدونسيال ما خصهمش يتقاصوا ولا يشوفوا شي حاجة اكسيتيرا. المهم تنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، اللي ما مشتركش يشترك، واللي عجبو الفيديو يدير له جيم، و تنشكركم، مع السلامة.